سينما الشويش. سينما الشويش. مرحبا غازي أبو بكر. أهلا شادي بلان. اليوم حديثنا عن نجمة مهمة بتاريخ السينما المصرية. صحيح، أطلق عليها لقب عذراء الشاشة، وهي تعتبر من أهم واحدة من أهم الممثلات والمنتجات المصريات. ماجدة. ماجدة، أنا أرفض المحاكمة وأسجل عليكم أنكم بتضيعوا كل حقوقي، وده مش حق سياسي أو حق وطني، إنما أنا بتمسك بمجرد حق من حقوق الإنسان. ما تقدرش تمنعني من الكلام، لأن إحنا هنا لنا حقوق متكافئة. أنا هسكتك بالقوة، لكن مش هتقدر تسد أذان العالم. فنانة ماجدة هي نجمة حلقة اليوم من سينما الشويش. مزبوط غازي انه هي دخلت المجال الفني بدون ما اهلها كان بدهن. صحيح، دخلت طبعا بعد ما عرض عليها مخرج معين سيف الدين شوكت، ومثلت من وراء ظهر اهلها. وكانت المفاجأة انه صار عندها فيلم بطولي واهلها بيعرفوش واهلها بيعرفوش، فاضطروا يغيروا اسمها. كان اسمها عفاف الصباحي، فتحول اسمها الى ماجدة، وتأجل عرض الفيلم عام كامل إلى أن وافقت الأسرة، وهيك دخلت ماجدة عالم السينما واستمرت، ولكن بمرافقة أحد أفراد الأسرة دائما إلى بلاتو التصوير. دائما يكون في حدا معها. بالضبط. حلو. رصيدها السينمائي كبير، نقدر نقول حوالي 67 فيلم تقريبا. نوعت مسيرتها، نقدر نشوف أفلام رومانسية، أفلام دينية، أفلام وطنية، وأيضا أفلام كوميدية إذا بدك، وغنائية. كان لها دور طبعا بالأدوار اللي بتجسدها على شاشة السينما، لأنه هي كانت منتجة. صحيح، هي طبعا أنتجت لأول مرة عام 1956 فيلم أين عمري، ولكن طبعا سبق وقبل مرحلة معينة مجموعة من الأفلام، احكي لنا عنها. هي طبعا شاركت فيلم الناصح عام 1949 مع إسماعيل ياسين، فيما بعد شاركت بأدوار ثانوية مع فاتن حمامة على سبيل المثال في 3 أفلام. نذكر شو هي الأفلام. الله معنا، الله معنا، أنا بنت ناس، ولحن الخلود. ولحن الخلود طبعا. لحن الخلود عام 1952 بطولة طبعا فاتن حمامة وفريد الأطرش. تعقلي يا وفاء، هتنفعك في الصور دي كلها. بس يا عبيد، اكبر مني بيوم تعرف عنك بسنه، بعد سنه تفهم. لا وحياتك، فهميني من دلوقتي. الفلوس بتتشال في ايه؟ في المحفظه. عشان ايه؟ عشان حاجه الاقي. خلاص اهو الالبوم ده هو المحفظه اللي بشيل فيها اغلى حاجه عندي، فهمتي؟ فهمت دلوقتي، اطمن. يعني مثلا لو احتاجت الجوش شراب اجي استلف منه. دمك تقيلي، مش اتقل من الالبوم. وفاء سلام. فاتن حمامة وماجدة. ماجدة هي نجمة حلقة اليوم. كان في صراع بيناتهن؟ طبعا، خاصة بعد ما مش بهديك المرحلة، بعدين لما صار اسمن يكبر أكتر وأكتر. صح، هي بالخمسينيات كانت والستينيات طبعا منافسة حامية جدا، خاصة إنه فاتن حمامة لقبت في الخمسينيات بلقب سيدة الشاشة العربية، وهذا الإشي أثار غضب العديد من زميلاتها أمثال هند رستم، مريم فخر الدين وأيضا ماجدة. ماجدة، طب السؤال هون، ليش ماجدة ما صارت بقيمة فاتن حمامة؟ هي بنقدر نقول كانت موازية لإلها في الخمسينيات، مثل ما فاتن حمامة عملت إبداعات عديدة، أيضا ماجدة منشوف تألقت في العديد من الأفلام، خاصة أن هي أنتجت تعنقول أين عمري اللي حقق نجاح كتير ساحق، سواء على الصعيد الجماهيري أو على الصعيد النقدي. نعم، وأفلام أخرى ممكن نذكر. إحنا زيك رح نحكي عن الإنتاج اللي قدمته. الإنتاج حوالي نحو 8-9 أفلام. نذكر منها المراهقات، النداها، أنف وثلاث عيون، جنس ناعم، من أحب اللي أخرجته. طبعا كان هناك مخرج معين وانسحب في اللحظات الأخيرة، وهيك كانت ماجدة هي المنتجة، وشاركت في كتابة السيناريو والحوار، فأخرجت الفيلم إلى جانب البطولة. فطبعا كانت تجربة وحيدة، وقالت يعني مستحيل أعيد هاي التجربة. مين كان في بأين عمري؟ أين عمري كان معها يحيى شاهين، أحمد رمزي، وأيضا طبعا العملاق زكي رستم. خلينا نسمع. عمارين، أيوة يا عمو، أنا عليها
جاتني في الدنيا. شلت الفيونكات ولا لا؟ كده؟ كان نفسي تكون موجود وتشوف بقيت ازاي. انا دايما شايفك قدامي عروسة حلوة زي القمر. الولاد مش حاجين نوم، هفضل بالفستان والجزمة على طول يا عم. مش هتجيني يا عم عشان تشوفني؟ انا مستنياك. ها؟ هشوفك بكرة الصبح. لا لا مفيش مدرسة خلاص. مع السلامة يا أمورة. سينما الشويش أين عمري من إنتاج ماجدة، نجمة حلقة اليوم في سينما الشويش. نحكي كمان عن فيلم مهم قدمته عام 58، جميلة جميلة، إخراج يوسف شاهين طبعا وكتابة يوسف السباعي السباعي. ولكن الفيلم هذا طبعا حكى عن المناضلة الجزائرية الشهيرة جميلة بوحريد، وطبعا ما كانت معروفة، ماجدة هي اللي خلت هذا الاسم يكون معروف في كل الشرق الأوسط والعالم أيضا. كان الفيلم إنتاجها، هل الجزائر مثلا ساعدتها جهات لا سيادية ساعدتها ولا إنتاجها؟ كان إنتاجها، كانت الجزائر عمليا عالقة في الاحتلال الفرنسي بالضبط، ويقال أن الفيلم ساهم في تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي. أنا انتبهت بهالفيلم أنه هي يعني تنازلت عن الأنوثة، شفنا شعر قصير مع هذا، كانت كتير حلوة. طبعا اولا هي بين ايدين يوسف شاهين مخرج عالمي، وهي طبعا كفنانه صادقه مستعده تعمل اي شيء من اجل تجسيد الدور كما يجب على الشاشه. نعم، انتبهت كمان شيء انه اللهجه هي لهجه مصريه بالفيلم مش جزائريه، رغم انه شخصيه جميله هي جزائريه. صحيح، طبعا احنا بنشوف ان يوسف شاهين كمان قدم فيلم المصير، ولكن بهذا الفيلم بدور في القرن الثاني عشر في اسبانيا، وما كانوا يحكوا مصري. فهون عنصر اللغة تم استعمال اللهجة المصرية لأنه هي لهجة عامة معروف. أشبه باللغة الإنجليزية لكل العالم بالضبط. نعم، وصل الفيلم طبعا. حقق نجاح كتير كبير. خلينا نسمع مقطع. نسمع. المحكمة هي اللي بتدير الجلسة مش المجرمة. من فضلك أنا ما ثبتش عليا أني مجرمة، فإزاي تحكم عليا قبل انتهاء المحاكمة؟ ما تتكلميش من غير إذن، ارفع إيدك أولا. مش قادرة، ايدي مشلولة من التعذيب، والقانون يجبركم انكم تحققوا اولا مع العذبون. كل التقارير الطبية دي بتقول انك ما تعذبتيش. انا تعذبت قدامك واستجبتني انت وانا بتعذب. التقرير اهم من كلامك، من فضلك ما تعطليش سير العدالة. ما تتكلمش عن العدالة، لان العدالة اللي انا قدامها مش عادلة. سينما الشويش متابعين، ماجدة هي نجمة حلقة اليوم في سينما الشويش. هنحكي عن ماجدة وإيهاب نافع كمان، هالثنائي شفناهن أكثر من مرة على الشاشة، وهي كانت السبب أنه يدخل عالم السينما. صحيح، هو كان طيار حربي تعرفت عليه وأعجبت فيه، وهو طبعا أعجب فيها، وتم الزواج، وحولته من طيار حربي إلى ممثل سينمائي وسيم ناجح. كان يعني نوعا ما، ما استمر يعني كتير. بعض الأفلام حاولت تصنع منه عمر الشريف جديد. يعني هي طبعا دائما الصحافة كانت تقارن بينه وبين فاتن حمامة، فأيضا كان يقارن بين أزواجين. وخاصة أنه بهذيك المرحلة كانت فاتن حمامة لا معلقة ولا مطلقة، كان عمر الشريف بالخارج، بينما كانت ماجدة كمان يعني لما كانت في مشاكل مع إيهاب نافع، فقالوا انه وضع فاتن حمامة مش افضل من وضع ماجدة. هني تجوزوا عام 63 تقريبا، وقدموا مع بعض كم من فيلم، عدة افلام، الحقيقة، العارية، القبلة الأخيرة، وأيضا فيلم النداهة. خلينا نسمع مقطع من القبلة الأخيرة. بس قلت لي كتار وقت حكوا انه هاي قصة عمر الشريف وفاتن حمامة. صح، يقال انه هاي قصة عمر الشريف وفاتن حمامة خلال تصوير لفيلم صراع في النيل. صراع في الوادي عفوا، اخراج يوسف شاهين. هناك كان قبلي بين فاتن حمامة وعمر الشريف، وكانت سبب الحب بيناتن. العلم انه فاتن حمامة كانت متجوزة مخرج، كانت متجوزة عز الدين ذو الفقار. ونفس الشيء تم عمليا تقديم القصة، ماجدة بتكون ممثلة في الفيلم وزوجة مخرج، وهناك شاب ممثل جديد بيقوم بدوره إيهاب نافع، وبتكون قبلة في الفيلم اللي بتكون سبب في انه تحبه. يعني هن استوحوا الفكرة، فكرة الفيلم من قصة فاتن حمامة وعمر الشريف. هيك يقال
هيك يقال. وإلى جانب نذكر كمان فاتن حمامة وماجدة، أنه طبعا ماجدة لقبت بعذراء الشاشة وكانت ترفض تقديم القبلة على السينما في السينما. مع هذا شفناها، شفناها في فيلم شاطئ الأسرار مع عمر الشريف. تم الاتفاق بين عمر الشريف والمخرج عاطف سالم بدون ما يقولوا لها، من غير ما يقولوا لها، فطبع على شفتيها قبلة خلسة وهي ثارت، ولكن بعد مدة يعني هديت ووافقت على عرض المشهد الفيلم. بالضبط. حلو، خلينا نسمع مقطع من القبلة الأخيرة. مين؟ نجيرة؟ روف. أنا استني يا روف، أنت لسه ما سافرتش؟ الأستاذ سامي قال لي استنى. عن إذن استنى، اتفضل. المذكرات بتاعتي لقيتيها إزاي؟ انت نسيتها في الدور. ما كنتش متصور انها هتقع في ايدك. قريتيها؟ ايوه. اعذريني اصبحك. ليه يا رؤوف؟ انا ما كنتش محتاجه لقرايتها، كنت عارفه كل كلمه فيها وحاسه بيها، بس مش من حقنا، مش من حقنا يا رؤوف، مش من حقنا. يا ريتني ما رجعت تاني. رؤوف المذكرات يقطع. سينما الشويش اليوم ماجدة، مسيرتها الفنية كيف استمرت؟ احكي لنا شوية هيك تفاصيل عن هالمسيرة. هل واجهت صعوبات، خاصة انه في نجوم ونجمات جداد عم يطلعوا على الساحة عم يظهروا؟ طبعا هي استمرت في مشوارها الفني. في السبعينيات هناك غزت السينما وجوه جديدة أمثال نجلاء فتحي، مرفت أمين، مديحة كامل، وشمس البارودي. بس هي كانت موجودة، كانت موجودة، ولكن منشوف عدد أفلامها أقل. ولكن بديت تتعامل مع الجيل الجديد آنذاك. في على سبيل المثال عام 1970 تعاملت مع نور الشريف في فيلم السراب. عام 1972 تعاملت مع محمود ياسين، نجلاء فتحي ومرفت أمين في فيلم أنف وثلاث عيون، إنتاجها أيضا. ومنشوف على سبيل المثال في النداهة التقت مع أحمد زكي، نبيل عبيد، ناهد شريف. وفي جنس ناعم التقت أيضا مع ليلى حمادة وحياة أنديل وسمير صبري. فيعني عدة أجيال. نعم، خلينا نسمع مقطع من أنف وثلاث عيون. هاشم ما جيتش للبيت؟ أجي فين؟ أنت اللي جابك ورايا. أنا جاية من البيت، أنت مش عارف إني مستنياك. أنا قلت لك مش جاية. هاشم، مين دي يا هاشم؟ واحدة. هاشم، أنا عايز أكلمك في كلام كتير لازم نقوله لبعض. أنا حسبهك على البيت وأنت اعتذر لها وتعالى. أمين، أنا قلت لك مش جاية. طب مش نتفاهم الأول؟ لا مش وقت مناقشة. طب إمتى؟ امتى هترجع يا هاشم؟ مش ممكن، مش بالشكل ده، مش ممكن موضوعنا ينتهي كده. هاشم مش عارفه اتكلم، مش عارفه اعمل ايه ولا بقول ايه. هاشم. امينه، ما تخلينيش ابقى لي الذوق. احنا في مكان عام، عن اذنك في ناس مستنيه. طب اقعد معاهم شويه وبعدين تعالى. هاشم هستناك في البيت، ما تتأخرش علي. مش جاي. ماجدة زواجها من إيهاب نافع أثمر بنت، عندها بنت. صحيح. صح؟ صحيح. غير أفلام يعني، كنت أقول أثمر عن عدد كبير من الأفلام، بس في بنت كمان في القصة. غادة نافع. صحيح. صحيح. ممثلة هي كمان. مثلت معها فيلمين. عندما يتكلم الصمت عام 1988، وآخر أفلامه اللي هو ونسيت أني امرأة عام 1994، طبعا فيلم تلفزيوني. ماجدة حاولت تدخل بنتها على المجال. صحيح. لا ما نجحت، الموهبة كانت الأكبر لصالح الأم ماجدة وليس لصالح البنت غادة نافع. نعم، شفناها كمان أمام مطربين. ياريت ذكرنا غازي بكم من فيلم هيك حلو. منشوف سعد عبد الوهاب التقت فيه في عام 1955 في فيلم أمان العمر. عبد الحليم حافظ بنات اليوم عام 1956. منشوف فريد الأطرش عام 1959 فيلم من أجل حبي. وممكن نضيف محمد قنديل اللي كان المطرب في فيلم شاطئ الأسرار مع عمر الشريف. نعم، أفضل فيلم غازي. واو، طبعا عنده عدة أفلام جميلة، بختار جميلة. جميلة.
متفق معك كمان اليوم متفقين. شكرا غازي أبو بكر. بس قبل ما نسمع هيك كم من أغنية حلوة من أغاني كانت مشاركة فيها ماجدة. صحيح بنسمع أغنية فيلم أنا الداها بصوت مين؟ بصوت ليلى جمال. أيوة. مطربة وممثلة. عبد الحليم. عبد الحليم حافظ غناء لأهواك وظلمه أيضا. بأي أفلام؟ بنت اليوم. بنت اليوم. شكرا غازي أبو بكر. إلى اللقاء. العفو شادي بلان. شئ من بعيد نداني وأول ما ندالي جرالي ما جرالي شئ من تريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معك والأدموع فكراك أرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معك والادموع يفكرك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك ساعتها يهون في هواك في هواك طول حرمان موسيقى
ولاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي في عينيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك امي اللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي فانيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك امي اللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي فانيك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك امي اللي شاغلني بيك جرب ناري اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادموع فاكراك راجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني ازاي حبيتك انت وحبيتك انت ليه احضار القلب اسأل واحضر تقوله ايه ازاي حبيتك انت وحبيتك انت ليه احضار القلب اسأل واحضر تقوله ايه حد عنك ما قبلوني روحي وتهعقلي وطال الشوق وظلموني وتار القلب هو اللي ظلموني ما ينسوا ظلموا